اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. هنتكلم النهاردة عن كتاب مهم جدا وطريقة يابانية وطبعا اصلها كمان امريكي عن موضوع التحسين المستمر، وهو كتاب في غاية الاهمية. والكتاب اسمه طريقة الكايزن، والكايزن ده هو التحسين المستمر او التحسين للافضل باتخاذ خطوات بسيطة. يعني حتى عنوان الكتاب يقول لك يعني خطوة صغيرة ممكن ان هي تغير مجرى حياتك. بيتكلم الكتاب في الاول عن موضوع التجديد، ان انت ممكن واحد يبقى عايز يجدد حاجة فيقوم بتغييرها بالكامل بطريقة يعني جذرية ومن بدايتها لنهايتها، ولكن التجديد بيكون ليه احيانا بعض المشاكل، زي مثلا شركة ممكن تقوم بتسريح العمال بتاعتها او تقوم بتغيير كبير. فهنا بيقولك ان الكاتب بيقول لا، في بديل لموضوع التجديد الشامل ده اللي هو ممكن يكون ليه نتائج مش كويسة وممكن يكون مخيف وما تقدرش تعمله بشكل كامل. فالطريقة التانية هي ان انت تمشي خطوة تلو الاخرى بشكل بسيط لحد ما توصل للتغيير الكامل اللي انت عايزه. واكتر حاجة معبرة عن موضوع طريقة الكايزن ده هو المقولة الشهيرة، رحلة الالف ميل بتبدأ بخطوة واحدة. بيقولك في فترات الحرب العالمية التانية طبعا القادة الامريكيين ادركوا بقى ان هم محتاجين يشحنوا معدات عسكرية امريكية اكتر، فده كان محتاج تطوير للشركات ان هو ازاي يطور، بيقولك كما وكيفا ودون اخفال السرعة بتاعت الانتاج. فهنا ابتكرت امريكا دورة ادارية سمتها ايه بقى، سمتها TWI او التدريب في اطار التصنيع، واقنعتهم بقى بما يسمى بالتحسين المستمر على تحسين الحاجات اللي في ايديهم بالفعل او المهام اللي في ايديهم وبالاجهزة اللي متوفرة عندهم بدون بقى الاستعانة بحاجات جديدة او تغيير شامل. فالافضل انت بتحسن الحاجة اللي في ايدك بالشيء اللي واقع بالفعل ما بين ايديك والمنتج اللي معاك، تقدر تحسنه خطوة تلك الاخرى بدل ما تعمل يعني تغيير كامل ممكن يكون ليه نتيجة تانية. وهنا كان في مقولة في الكتاب مهمة جدا بيقولك اما بتضيف تحسين صغير كل يوم ستتحقق كبرى المهام في نهاية الامر. فالمكسب العظيم بيقولك لن يأتي غدا ولا بعد غد، ولكن طبعا سيأتي في نهاية الامر. بعد كده وبعد الحرب العالمية بقى ما خلصت وهذا الكلام، فالقوات الجوية الامريكية عملت فصل دراسي كده في الادارة والاشراف، عشان بقى طبعا كانت اليابان متدمرة وهذا الكلام، فعملوا الدورات دي من اجل رجال الاعمال والاداريين اليابانيين. وهنا بقى بدأ يظهر المصطلح الكايزن، وان اليابانيين سموا يعني الفكرة دي بالكايزن او التغيير المستمر او التغيير للاحسن. وهنا بدأ الكاتب يتكلم عن فكرة ان احنا اصلا بطبعنا بنميل للخوف من ان انت تعمل تغيير كبير او ان انت يبقى يعني عندك هدف كبير فجأة، انا فجأة هغير حياتي او هعمل حاجة كبيرة يعني بشكل ده. المخ بيقولك فيه جزء اسمه الاميجدلا ده بيخاف من هذا التغيير الكبير، وهو اللي بيخليك تستجيب اصلا لعوامل معينة، زي مثلا لو شفت اسد هتسيب كل المهام اللي في ايدك بسرعة وتركز على الجري. يعني هو بيركز على موضوع بقى ايه الكر والفر، عشان كده بيقولك زي ما انت شايف كده في الصورة ان الهدف الكبير هيخلي يؤدي للخوف. الناس دايما بتميل للخوف من التغيير الشامل او الشيء اللي مش روتيني او الشيء اللي احنا مش متعودين عليه في حياتنا، بينما لو حطيت هدف صغير تمشي كده هدف صغير بسيط تلو الاخر هتقدر تتجاوز هذا الخوف. فزي ما بيقول هو الخوف جزء مهم وكمان يعني بيساعد على الابداع، ولكن تكون متوقع ان تحط هدف صغير وتكون عارف مخاوفك هتكون جاية منين. فإذا توقعت الخوف فبيقولك يمكنك معالجته بطريقة تتسم بالذكاء. وبعد كده بدأ يتكلم عن ان العقل البشري بيهتم بالأسئلة، ان انت تسأل دايما أسئلة بسيطة. يعني ما تقولش مثلا ازاي، مثلا واحد عايز يخس ازاي اقدر اخس مثلا 40 كيلو او حاجة زي كده، ده سؤال كبير وصعب وهيأدي بيك للخوف وفي الاخر مش هتعمل حاجة. ولكن تسأل نفسك أسئلة صغيرة بطريقة الكايزن، برضو السؤال الصغير تقول ايه الخطوة الصغيرة اللي ممكن اخدها دلوقتي تخليني أبدأ امشي على طريق التخسيس او ان انا افقد من وزني. فبيقولك مثلا مؤلف رواية المريض الانجليزي اللي طبعا اتحولت الفيلم بعد كده وخد عدد كبير من الجوائز، بيقولك ان هو كان بيسأل نفسه اسئلة صغيرة دايما وهو بيكتب الرواية، مش السؤال الكبير. وبيقول ساعات بيكون اصلا مش على ذهنه حاجة معينة وهو بيكتب، ولكن بيبدأ يسأل نفسه في الرواية خطوة تلو الاخرى. يعني مثلا البطل ده هيروح فين في المشهد القادم، طب الطيارة هيحصل لها ايه، طب ايه اللي ممكن يخلي الاحداث
افضل في مثلا الفصل اللي بعده من الروايه وهكذا. بيبدا سؤال بسيط تلو الاخر هو اللي بيوصل للابداع في النهايه. بعد كده بيتكلم عن موضوع مهم اسمه الايهام العقلي، وده بيستخدمه بعض الرياضيين وبعض المبدعين بيستخدموه في ان هم يحاولوا يرجعوا تاني لإبداعهم مرة أخرى. وذكر مثال مثلا بأحد الرياضيين كان مصاب، فكان فترة الإصابة دي بيدرب نفسه كده أو بيتخيل نفسه هو بيمارس فعل الرياضة بالفعل، وكأنه مشارك بالفعل في الرياضة دلوقتي رغم أنه هو مصاب وقاعد ومش قادر يتحرك، ولكن بيدرب عقله وبيخليه كأنه منغمس في الأحداث وكأنه بالفعل بيقوم بالرياضة. فهو بيقولك تظاهر بإتقانك للأمر الى ان تتقنه بالفعل. فده برضو من خلال تقنية الكايزن، وان انت بتبدأ تتخيل او تعمل ايهام عقلي لنفسك بخطوات بسيطة تلو الاخرى لحد ما توصل برضو للهدف اللي انت عايزه. فبيقولك ان هو اصلا في خلال موضوع الايهام العقلي ده ان هو لا يدرك العقل ان النشاط اللي انت بتتخيله ده ان هو غير حقيقي، يعني هو العقل بتخيل ان هذا الشيء حقيقي، فما تيجي تمارسه تحس ان انت فعلا متقنه وكأنك كنت بتتدرب طول الوقت رغم ان انت كنت بتتخيل التدريب ومش بتتدرب بالفعل. فهو بيعمل تغيير لكيمياء العقل. فانا بيقولك ازاي تستخدم الايهام العقلي برضو في الكتاب. بيقولك حدد مهمة انت بتخاف منها، حاجة بتثير فيك الخوف، وحدد وقت معين بتخصصه يوميا تقعد تمارس فيه الايهام العقلي، تتخيل نفسك في موقف معين انت خايف منه وازاي تقدر تتغلب على موقف ده، او ايه رد الفعل اللي ممكن يكون صادر منك ويؤدي لنجاح المهمة. فتخيل نفسك بداخل الموقف الصعب ده وتقدر ازاي تحله بخطوات بسيطة. بيقولك حتى تخيله بشكل كامل، حتى الاصوات والروائح والحاجات اللي بتلمسها حواليك في هذا الموقف وكأنك فيه بالفعل. فمثلا لو انت عايز تتكلم قدام جمهور على مسرح او حاجة زي كده ويعني خجول الى حد ما، فتبدأ تقعد تتعمل ايهام عقلي لنفسك وتتخيل نفسك قدام المسرح وكأنك سامع صوت الجمهور وهم قاعدين قدامك وانت تبدأ تتكلم. ده بقى جدول مهم جدا بيلخص الكتاب بشكل كامل وبيديك أمثلة مهمة جدا. فمثلا بيقولك لو انت هدفك ده ملخص الكتاب، يعني لو انت هدفك اصلا عايز تتوقف عن الإسراف مثلا، عن النقود، بتصرف في حاجات مثلا ملهاش لازمة، فيقولك تعمل ايه على طريقة الكايزن. هتخلي حاجة منهم على جنب كده من عربة التسوق قبل ما تبدأ تدفع النقود. ولو عايز تعمل برضو تمارين رياضية او تمارين بدنية، اكتفي بس بالوقوف على الجهاز لمدة كده يعني عدد من الدقائق كل صباح، حتى لو مش هتعمل حاجة بس يبدأ واحدة واحدة لحد ما يبقى ده روتين، وبعد كده تبدأ تاخد اول خطوة ثم تاني خطوة. يعني هو عايز يقولك بالراحة خالص على نفسك، وتكون بحيث ان انت تنجح في الموضوع في النهاية، هو ده الهدف الرئيسي، مش انك تاخد الموضوع مرة واحدة وتحط لنفسك هدف صعب قوي ففي الاخر ما تعملش حاجة. مثلا بيقولك المحافظة على نظافة المنزل، بتحدد مساحة معينة وتحدد 5 دقايق وتنظفها وتنظمها. ولو بتتعلم لغة أجنبية بتلتزم بحفظ كلمة واحدة بس جديدة كل يوم. بيديك مثال كمان لو عايز تتناول طعام صحي، عايز بقى تبدأ يعني تاكل أكل صحي، فبيقولك تبدأ برضو خطوات بسيطة. أول حاجة بتنحي جانبا كده الأول قطمة ليك من الوجبة اللي هي مش صحية أو اللي بتؤدي للسمنة. بعد كده في الشهر الثاني تبدأ يعني تقلل برضو عدد القضمات وتاخد كده حاجة بسيطة من هذه الوجبة. وبعد ما تقلع بقى عن الوجبة دي اللي هي غير صحية، تبدأ بقى ساعتها تاخد برضو قطمة بسيطة تلو الأخرى من بقى الوجبة الصحية. بتمشي تبدأ الأول بتقلل من الضار واحدة واحدة لحد ما تقف عند حتة معينة وخلاص فعلا قدرت تتغلب عليه، ثم تبدأ تزود تدريجي من النافع. نفس الكلام لو عايز تحوش فلوس، بيقول لك برضه حط لنفسك هدف بسيط، توفر مثلا جنيه واحد في اليوم من خلال تعديل مشترياتك اللي انت بتشتريها، تشوف ايه الحاجات اللي ملهاش لازمه، ومثلا تقسم مصاريفك مع واحد صاحبك في خصم معين مثلا على عرض معمول على قطعتين او كده، تاخد صاحبك معاك وتبدأ تحط قائمة لنفسك بالحاجات اللي انت عايز تعملها بالفلوس اللي انت هتوفرها مثلا في نهاية العام. نفس الكلام لتوفير الوقت، تشوف الاول حط قائمة كده بالحاجات اللي بتضيع وقتك بشكل كبير، وبعد كده حط قائمة تانية بالحاجات اللي انت اصلا نفسك تجربها وشايف ان هي مفيدة، وتبدأ تحط خطوات برضو بسيطة زي ما تقولك واحد مثلا عايز يكتب اليوميات بتاعته او اي حاجة، فيبدأ يحط وعد معين كده ان هو هيكتب مثلا 3 جمل بس كل يوم، ويبدأ يزودها تدريجي لو قدر، او يكتفي
بالعدد البسيط بس المهم يستمر، اهم حاجه الاستمراريه. فهنا بيقولك ان الكايزن بيطيح بالعاده السلبيه تدريجي لو قدرت تمشي على موضوع الخطوات البسيطه، يطيح بالعادات السلبيه وتبدا تزرع العاده الايجابيه. ضرب مثال مثلا بشركه تويوتا، طبعا شركه شهيره للسيارات، فبيقولك يعني احد المديرين بتاع الشركه حط فكره كده بان هو حط حبل امام كل مرحله على طول خط التجميع للسياره، اي عامل هيلاحظ قصور او عيب معين يجذب الحبل ده وينبه الناس يا جماعه في عيب مثلا في الحته الفلانيه. واثبتت الطريقه دي ان هي ناجحه جدا، ولظبط واصلاح المشاكل الصغيره اول ما تظهر ده هيخلي المشاكل الكبيره ما تظهرش. فمهم جدا زي ما انت ماشي على خطوات بسيطه للوصول للهدف، برضو مهم للشركات يتعلموا ان هم يركزوا على المشكلات الصغيره لتجنب المشكلات الكبيره، يعني يركزوا على الحاجات الصغيره ما يتجاهلهاش لانها ممكن تؤدي بالتجاهل الى مشكله كبيره جدا في النهايه. فهنا برضو حط مقوله في الكتاب بيقول لك واجه الصعاب وهي ما تزال في مهدها فلتنجز المهمة الضخمة عبر سلسلة من الأفعال الصغيرة. وقال ان فيه طبعا واحد اسمه ويليام بارتون، ده عام 1990، بيقولك عشان يقلل معدل الجريمة، فيه كان فيه جريمة كتير قوي في نيويورك بالذات في الأنفاق في مدينة نيويورك، فهو استعان بنظرية اسمها نظرية النافذة المقصورة. ايه بقى النظرية دي بالظبط؟ بيقولك لو انت تسامحت او لو مدينة معينة تسامحت في الحاجات او التجاوزات الصغيرة للقانون، لو سابت بقى الحاجات الصغيرة دي تعدي، فده كده انت بتدعو لارتكاب جرائم اكبر. فالراجل ده جه واتبع النظرية دي اللي هي بقى يعني برضو زي الكايزن، وبدأ يركز على الجرائم الصغيرة والناس مثلا الناس اللي بتنط على مداخل مترو الأنفاق وهذا الكلام، ويمسك منهم عدد كبير يوميا، وبدأت الناس أو المجرمين يشوفوا ده الحكومة ما بتتهاونش في الجرائم الصغيرة فما بالك بالكبير، فبدأ يقل نسبة الجريمة لأنه ركز على الصغير ويزود العدد التدريجي ويمسك كل الجرائم الصغيرة، فهنا قلل الجرائم الكبيرة. وحتى المكافآت بيقول برضو تقدم مكافآت صغيرة في إنجاز حاجة معينة، ممكن تقدم لنفسك مكافأة صغيرة تقول مثلا لو عملت كذا، لو كسيت مثلا كيلو واحد هعمل مثلا حاجة معينة تكون انت مستمتع فيها، هتفرج مثلا على فيلم كذا، او هعمل هواية معينة انت بتحبها، تكافئ نفسك بمكافآت صغيرة ترضيك. وبيقول ان الاهتمام بالحاجات الصغيره دي بيؤدي ساعات لحاجات مهمه جدا، يعني بيقول لك ان في احدى المضيفات، ده مثال مهم، في شركه طيران امريكيه لاحظت ايه بقى؟ لاحظت ان في كتير من المسافرين ما بياكلوش الزيتون، يعني في زيتونه كده بتبقى في طبق السلطه، بتقول ان يعني معظم الناس ما كانوش بيقربوا خالص من الزيتون ده. كان ممكن تتجاهل الموضوع ده وخلاص وتقول ده مش مهم، ولكن هي قالت لا، حاجه زي كده ممكن لو وصلتها للمسؤولين ممكن تفرق. وفعلا قعدوا يحسبوا التكاليف، ولو شالوا الزيتون ده من طبق السلطه في الطياره مش عارف ايه هيوصل لايه الموضوع في النهايه، ووصلت ان هم وفروا $500,000 سنويا عشان شالوا الزيتون من طبق السلطه. تخيل حاجه يعني بسيطه وممكن تشوفها هايفه زي دي، هي كان ممكن خلاص تقول دي ملحوظه كده ما حدش هيهتم بيها، وصلتها للمسؤولين قدروا يوفروا مبالغ كبيرة جدا. مفيش حاجة اسمها حاجة هينة، كل الملاحظات مهمة حتى لو بسيطة. نفس الكلام بيقولك داف جولد، ده ملك احدى المتاجر، بيقولك ان هو كان ما بيحط سعر 99 سنت على اي حاجة، يعني مش يكتب دولار، لا يكتب 99، بيلاحظ ان الحاجة بتتاخد على طول، فبدأ بقى الفكرة تجيله ويفكر كده في سؤال بسيط، طب ما يبقى حاجة كويسة لو عملنا متجر كل اللي فيه يكون ب 99. وبالفعل بدأت تنتشر سلسلة المتاجر دي من هذه الفكرة البسيطة. وبرضه مخترع كاميرا الصور الفورية كان قاعد بياخد صورة كده لبنته عندها 3 سنين، فالطفلة كانت بتسأل بتقول طب فين الصورة، هي كانت متوقعة انها هتشوف الصورة حالا، يعني الصورة تنزل لها دلوقتي اول ما يصور. الطفلة بقى فأسئلتها بريئة وكده، خد السؤال ده وفكر فيه فعلا واخترع كاميرا للصور الفورية. فهنا حاطط برضو مقولة مهمة بيقولك يمكننا ان نتعرف على المبدع الحقيقي عن طريق قدرته الدائمة على اكتشاف عناصر تستحق الملاحظة حتى في اشد الامور شيوعا وتفاهة، يعني حتى لو حاجة تافهة زي موضوع الزيتون والمضيفة الامريكية دي حد يشوفها حاجة مش مهمة يعني، ولكن شوف بلغتها للادارة فقدروا يوفروا كل هذا الكم من الاموال. وفي النهاية بيبدأ يحط مقولات مهمة عن موضوع الطريقة بتاعة الكايزن، فبيقولك من المقولات اللي قدامنا احرص على رؤية كل شيء، تغاضى عن الكثير من الأمور ولكن فلتحسن القليل منها. ومقولة تانية بتقول ابدأ من حيث أنت الآن ولتكن البداية صغيرة. وكمان بيقول لقد كنا نفكر بأمور صغيرة قليلة وكانت هذه هي وسيلتنا لهدفنا، وعلى هذا النحو
لعبنا طوال الموسم. طبعا بيحط بقى مقولات يعني لمديرين لفرق معينة، وزي ما احنا شايفين اللي فوقها كانت مديرة موارد بشرية، بيجيب مقولات من ناس مختلفة بحيث ان هي تكون مناسبة لموضوع الكتاب اللي هو طريقة الكايزن. وده كان ملخص شامل لموضوع الكتاب بتاع طريقة الكايزن اليابانية، اللي طبعا ليها اصل من دورات امريكية. ويا رب الكتاب يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.